مرحبا، صباح الخير ويعطيكم ألف عافية في كندا وفي أستراليا. اليوم إحنا بنعمل هذا الفيديو من هون من أستراليا. حبيت أعملكم من سلسلة ما لا تعرفوا عن كندا بعض الاختلافات والتشابهات بين كندا وأستراليا. طبعا هاي أول زيارة إلي في أستراليا واكتشفت شغلات جديدة كتير. كلتا الدولتين يعتبروا من أكبر الدول من الكومنولث تابعين للتاج البريطاني، يعني ملكة كندا وملكة بريطانيا وملكة أستراليا هي واحدة، الملكة إليزابيث الثانية، لكن تقريبا نظام الحكم واحد، بيختلف شغلات بسيطة حنحكي عن هاي الشغلات الآن. في اختلافات حابب أحكيها، طبعا في شغلات كتير، طريقة المعيشة والويلفير أو هم بسموها سنتر لينك، الشغلات هاي موجودة برضو، العلاج الصحي، التأمين الصحي موجود لجميع المواطنين. في اختلافات بسيطة ححكي عنها الآن. بدنا نحكي أول شيء عن أول شيء راح تشوفوه أول ما تنزل من المطار، اللي هي السواقة. السواقة عكسنا تماما، يعني أنا أول ما نزلت من المطار رحت على مكان السائق عشان أجلس، اكتشفت إنه غادي الدركسيون موجود أو الستيرنج. فالسواقة عكسنا، فبدك تنتبه وأنت بتقطع الشارع وأنت بتمشي، بتتعود بعد فترة، لكن هاي شغلة غريبة هيك تشعر، هاي زي بريطانيا بالضبط. الدولار الكندي تقريبا مساوي للدولار الاسترالي، هلا شويه اعلى لكن تقريبا هم نفس السعر. الاوزان كلها هون بالكيلو جرام، في كندا انتم بتعرفوا الاوزان كلها بالباوند، الاوزان كلها هون بالكيلو جرام. الاسعار هون اللي اختلفت كثير عن كندا انها شامله الضريبه والبخشيش، او بالاصح انه ما في بخشيش في استراليا، يعني ما في تيبس. السعر اللي موجود على المنيو هو اللي بتدفعه لما بتروح تدفع. السعر اللي موجود في السوبر ماركت او على الشيلف هو اللي بتدفعه 100%، ما في عليه اي ضريبه اضافيه. عندنا في كندا بتعرفوا انه مثلا بيكون 100 دولار بتدفع تاكس فوقي، واذا انت في مطعم بتدفع تيب برضه حسب الخدمه من 10% ل 20%. العلاج طبعا تقريبا نفس الشيء. في كندا الجميع ضمن نفس بطاقة العلاج، يعني بتعالج بنفس الطريقة. في استراليا لا، لما يصير دخلك اكبر من نسبة محددة بتصير تدفع على العلاج. في كيبيك تقريبا في عندهم شغلة زي هيك بتدفعها للكل اذا كان دخلك اعلى من دخل محدد، لكن هون في هذه النسبة اللي اعتقد 180 الف ما اعلى. بس العلاج عندهم هون اسرع كثير من عندنا من كندا، يعني بتروح على الامرجنسي، في عندهم ويتنج بيريود مش زي كندا، اقل كثير. والشغله اللي تفاجأت فيها انه اذا المريض تعبان وما عنده امرجنسي، يعني بيقدر يستنى، بيقدر يتصل وينادي الدكتور يجي على البيت بالليل. هاي يعني شغله فظيعه جدا، وجربناها، صار عندنا حالة مرضية وجيجة الدكتور على البيت، والحمد لله كل الأوضاع تمام الآن. الاتصالات أرخص بكتير كتير كتير من كندا. لا أخفيكم، يعني أنا تفاجأت برخص الاتصالات هون، يعني حوالي بتحكي عن 10 جيجا مثلا بحوالي 25 دولار. اتصالات مش بس كل أستراليا، لا، ضمنها 60 دولة حول العالم فري، منهم كندا وأمريكا وبريطانيا والهند والصين وبنغلاديش وعدة دول، هذه فري تتصل فيهم. بعطوك كمان أعتقد 3 إلى 5 دولار تقدر تتصل لدول ثانية انترناشونال من هذا المبلغ، يعني ممكن تحكي مع الدول العربية. معظم الدول العربية مش شاملة ضمن 60 دولة هذه. الأسعار هون، الأسعار إذا بدك تقارنها بكندا تقريبا أغلى شوية، يعني أنا بدي أحكي كل شيء بتشتريه في كندا بدولار، هون ممكن تشتري دولار وربع لدولار ونص ماكسيموم، لكن الدخل هون أعلى من كندا، بما معناه إنه الحد الأدنى للأجور عندنا في كندا من 14 ل 15 دولار حسب المقاطعة، هون في أستراليا حوالي 26 دولار، فالفرق هذا هو اللي بيبني على الأسعار. Comparatively يعني ان الاسعار مش اغلى اتوقع من كندا بكثير. المدارس عندهم هون، احنا عندنا في فصلين، فصل الشتاء وفصل الصيف، عندهم المدارس او الفول والوينتر الاصح، والصيف بعطلوا الاولاد. هون عندهم اربع فصول،
العطل تقريبا بينهم اسبوعين الا في اخر فصل اللي هو نهايه السنه. طبعا السنه عندهم تبدا بفبروري وبتنتهي في ديسمبر، مش زي السنوات الدراسيه عندنا بتبدا في سبتمبر وبتنتهي في جون. اخر فصل اللي هو عطله راس السنه والكريسماس وعطله الهاي تقريبا 6 اسابيع. طبعا احنا في الـ 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 وسط الكره الارضيه الجنوبي، فما معناه انه الان احنا جولاي، شهر جولاي دنيا الصيف في القطب في الوسط الشمالي بما فيهم كندا والدول العربيه، هون في الجنوب شتاء. لكن انتم شايفيني انا قاعد في الساعه 11:30 الصبح، هلا قاعد في نصكم في الحديقه، كل شيء اخضر حواليا. الشتاء تبعهم لا يقارن بالشتاء تبعنا في كندا، لا يقارن يا جماعه. احنا عندنا يعني انتم عارفين، بديش احكي لكم عن شتاء كندا، خاصه اللي موجودين في كندا تعبانين من الشتاء. هون هذا الشتاء درجه الحراره بين 10 و15، واحنا في منطقه ملبورن هلا اللي هي في الجنوب، يعني تعتبر ابرد من سيدني والجولدن كوست والشمال. ف بديش احكي عن الجو، يعني هذا انتوا بدكم. طبعا الطبيعه هون تختلف، الطبيعه سبحان الله قاره استراليا لها طبيعه خاصه فيها. الحيوانات الموجوده في استراليا والنباتات اللي بتنمو هون تختلف عن باقي دول العالم. مثلا حيوانات الكوالا والكنغر ما ممكن تجدها في مكان اخر. تفسيرات طبيعيه كثيره ممكن تعملوا لها بحث، ما بدنا ندخل في هذا الموضوع، لكن طبعا الطبيعه بتختلف. ولذلك لما تدخل المطار كثير 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 بشددوا على الفود برودكت، فعشان هيك لما تدخلوا المطار على استراليا الرجاء انكم تعملوا اذا معكم اكل او اشياء تعملوا تك عشان تضمنوا انه كل شيء طبيعي وكل شيء تمام، لانه لا سمح الله لو جبت بذره هون وزرعتها من مكان لا يلائم الطبيعه في استراليا ممكن تؤدي الى ديزاستر بعد عده سنوات وتكون انت سبب في هذا الموضوع. ف يعني الموضوع حمايه للبيئه والطبيعه حقهم اتوقع، شيء طبيعي. عندهم شغلات نباتات ما عمرنا شفناها في اي مكان، عندهم حيوانات ما شفناها في اي مكان. جميلة الطبيعة جدا هون، تقريبا زي كندا احكي بالجمال. المهاجرين، معظم المهاجرين اللي شفتهم هون بيعملوا بشهاداتهم او بشهادات قريبة او باعمال قريبة من خبراتهم. النظام الاسترالي شوية اسهل من النظام الكندي في معادلة الشهادات وفي دخول سوق العمل، يمكن لانه عدد السكان اقل، مش اكثر بكثير، يعني هم احنا 36 مليون هم حوالي 26 مليون. بس اعتقد انه في نظام افضل من كندا بمعادله الشهادات والعمل. طبعا زي ما حكينا احنا هم نظامهم برضه برلماني، رئيس الوزراء هو رئيس الحزب الحاكم، وبكون منتخب. الشيء اللي بيختلف عندهم، احنا عندنا في كندا السيناتورز يعين من قبل رئيس او يعين من قبل الجوفرنر جنرال بتوصيه من رئيس الوزراء، لكن هون في استراليا ينتخب زيه زي عضو البرلمان، وكلاهما بعد فتره انتخابه يعاد انتخابه او ينتخب شخص اخر. هذه بعض المعلومات البسيطه عن الفرق بين كندا واستراليا، ارجو انه تكونوا استمتعتم فيها. اذا عجبكم هذا الفيديو بدكم يعني استمر، رجاءً تعملوا سبسكرايب، تعملوا شير لهذا الفيديو، ونشوفكم ونتابعكم في حلقات اخرى. السلام عليكم. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.